نبتدي الكلام. امبارح انا سألت سؤال او بدأت الأسئلة بان صدق او لا تصدق ان المماليك البحرية هم نفسهم المماليك البرجية. طب ازاي؟ هنجيب الكتاب بتاع ابن تغري بردي النجوم الزاهرة، اهو معلش الصورة معكوسة. ابن تغري بردي عند ذكر الوفاة بتاعت أي ترجمة أو أي شخصية بيجمع كل سنة من حكمه ويقول لك عمل في اليوم الفلاني كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، وقبل منها بيسبق بفقرات عن تعريف الشخص ده، عمل ايه وهو منين واتولد امتى ومات امتى الى اخره من الديباجة دي. بتبقى ترجمة الشخصية، ترجم له يعني بيحكي قصة حياته. نيجي للنقطة التانية للبحرية بقى. احنا عندنا في وجهات نظر ظاهرة مؤخرا انا بسمعها على مواقع التواصل، بلاقي ناس بتقول اصل كلمة البحرية علشان جم من البحر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجبني جدا تعريف الدكتور سعيد عاشور رحمه الله في تعريفه عن المماليك، وفي دي الكتاب بتاعه اهو، العصر المماليكي للدكتور سعيد عاشور، العصر المماليكي بالنص في مصر والشام. الدكتور سعيد عاشور لما ذهب لتفسير او لتعريف معنى البحرية ذكر وجهتين النظر. الجميل ان هو لما ذكرها بشكل نقول ايه، جاب لك اول واحد قال مين هي البحر، الفكرة ان اللي جايين من البحر هم المماليك، وده اعتقاد خاطئ. عندنا صفحة 5 السطر السابع بيقول لك: وقد تعددت التفسيرات لاسم البحرية الذي اطلق على مماليك الصالح ايوب، فالرأي القديم الشائع وهو الارجح في نظرنا، ده الدكتور سعيد اللي بيقول، وده استاذ كرسي التاريخ الدكتور سعيد عاشور، سعيد عبد الفتاح عاشور، ده هنقول يا شيخ المؤرخين للعصور الوسطى في زمنه في السبعينات وما قبله. استاذ محمد تمساح على فكره معانا اهو، ده معيد في كليه اداب وتخصص عصور الوسطى برضه. المهم فبيقول لك ايه، وهو الارجح في نظرنا اللي هي فكره البحريه، يقول ان هذه الطائفه سميت بالبحريه نسبه الى بحر النيل، حيث ان السلطان الصالح ايوب اختار لهم جزيره الروضه وسط النيل لتكون مستقرا ومقاما. وهناك راي اخر رأى فيه البعض نوعا من التجديد والرغبة في الخروج عن المألوف، يعني تقليعة جديدة. الفكرة اللي بتتقال اليومين دول، الدكتور سعيد عاشور قال لك اللي قالوا وجهة النظر دي كان هدفهم الخروج عن المألوف، يعني موضة. ويقول أن تلك التسمية إنما مصدرها أن أولئك كانوا يجلبون عن طريق البحر صحبة تجار الرقيق، ومن ثم سموا بالبحرية. ومهما يكن من أمر فقد ازداد نفوذ المماليك البحرية في عهد الصالح نجم الدين أيوب. طيب هنا الدكتور سعيد عاشور لما بيتكلم على التأكيد، هو بيقول لك ان الناس القديمة قالت ان البحرية سميت نسبة لانهم تم تسكنهم في جزيرة مانيا للروضة، ده الرأي القديم، وده أنا منضم ليه. ليه بقى؟ هنا هنرجع لابن تغري بردي بقى. يقول لك سنة 627 هجري في جماد الأول، الملك الكامل كان في حرب مع الخوارزمية في نواحي ديربكر. الملك الكامل سنة 627 هجرية، سنة 627 هجرية في حرب مع الخوارزمية في منطقة ديار بكر. وصلته رسالة من زوجته أم العادل اللي هو أخو الصالح نجم الدين أيوب، زوجته الثانية، بتقول له إن الملك الصالح ينوي الوثوب عليك، وإنه اشترى مجموعة من المماليك الأتراك، وأنه
أخذ أموالا غصبا من بيت المال واقترض مبالغ كبيرة من التجار. فالملك الكامل لما عرف الموضوع ده ساب الحرب ورجع على مصر يجري. طيب الملك الصالح نجم الدين أيوب ابنه اللي كان موجود في مصر كان صفته ايه؟ كانت صفته أيها السادة انه ولي العهد. صفة الملك الصالح نجم الدين أيوب انه ولي العهد اللي تم توليته سنة 627 26 هجري، يعني ما تمش على تنصيبه ولاية العهد سنة. وصلت الرسالة من أم العادل، الله راح عامل ايه؟ راجع على مصر. أول ما رجع خلع ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب من ولاية العهد. هنا ابن تغري بردي قال لنا كم موقف كعلامات وإشارات. طبعا هو ناقل من مؤرخين أقدم منه منعا للتساؤل، بس ابن تغري بردي جايب الموجز أو الزبدة، فاسمعني. خلاص الملك الكامل عزل ابنه من ولاية العهد وولى ابنه الثاني. لا، سنة 628 حفر الملك الصالح فرع النيل حوالين جزيرة مانيا للروضة، أو تحديدا الفرع اللي ما بين مانيا للروضة وما بين ناحية جامع عمرو. تم تعميق عمق النيل، حفره علشان ما حدش يوصل للجزيرة. طيب الرسالة نرجع لها اللي قبلها بسنة كان مكتوب فيها ايه؟ ان الملك الصالح لما اشترى المماليك حطهم في الجزيرة دي وسماهم البحرين. الرسالة اللي وصلت من زوجة الملك الكامل بتقول له الحق ابنك خد فلوس من بيت المال وخد فلوس من التجار وبيعمل اشترى مجموعة من المماليك وحطهم في جزيرة مانيا للروضة وعملهم اسماهم المماليك البحرين. سنة 628 بيسوق لنا ابن تغري بردي بيقول لك ان تم حفر فرع النيل اللي من بين ناحية جامع عمرو وما بين جزيرة مانيا للروضة. ليه؟ علشان ما حدش يبقى سهل ان هو يعدي من البر للجزيره. اصبح ان هو بيعزل الجزيره عن البر. الكلام ده 628 هجري. طيب في ناس تقول لك لا، اصل لما حصل خلاف ما بين السلطان الكامل وما بين اخوه المعظم عيسى، المعظم عيسى قال له لو انت اتحركت من عندك انا هغلبك او هحاربك بجيشك. الكامل لما عرف عزل مجموعة من البحرية والعادلية. يقول لك لا، اصل العادلية او البحرية دول كانوا موجودين من الاول. لا يا حبيبي، هنا التأكيد على فرقة ابنه لانه كان ناوي الانقلاب من الاول. شفت انا رتبت لك الموضوع ازاي؟ الكلام ده 628 هجري. لا كان في بحرية أيام الفاطميين، ولا كان في بحرية قبل الصالح نجم الدين أيوب، وأي حد بيقول الكلام غير كده غير صحيح. دي حاجة. الحاجة التانية، لما مؤرخ كبير زي الدكتور سعيد عاشور أو مؤرخ زي ابن تغري بردي أو المقريزي أو ابن مين بدر الدين العيني في عقد الجمان أو عقد الجمان إلخ، لما كلهم يقولك إن فلان معنى اللفظ ده أو الاصطلاح ده اتعرف عن أيامنا إحنا بكذا، خلاص ما ينفعش ان انا اقعد بقى على رجل على رجل واعمل ندوه واقول اصل المؤرخين كلهم غلطانين. والله سمعتها، والله سمعتها، ما ينفعش. انا كمعتز ما يجينيش. الدكتور محمد تمساح، اتمنى تقول رايك في الموضوع ده. هل ينفع ان انت تكذب مؤرخين وتقول اصل المؤرخين كلهم غلطانين؟ السؤال ده للدكتور محمد تمساح. هو بص، اداء انت لو جايب سرديه جديده لازم يبقى معاك فيها ادله. يعني لو واحد جايب سرديه جديده انت مش هتختلف مع الناس لاجل الخلاف، والا يبقى انت طالب شهره بقى زي الناس اللي بيطلعوا يقولوا اي كلام في العك اللي بيظهر اليومين دولت. بس برضو لو انت عندك سرديه جديده معاك فيها أدلة، ما أكيد الأدلة دي هتبقى مستاقة من فهمك لوقائع تاريخية موجودة. ممكن أنت تشطح فيها والناس تقول لك لا انت غلطان في كذا كذا كذا، لكن ان انت تسرد سرديه اصلا ما هياش موجوده وهي ما اتطرحتش
ولا حد قال بيها من الاقدمين وعايز تقول ان هي ديت الصح او ان انت اكتشفت، خلاص قل هاتوا برهانكم، فين دليلك عليها؟ ما هو انا دلوقتي يا دكتور تمساح لما جيت اتكلمت انا سردت سرديه مرتبه بتواريخ وكذا وفي ايدي الكتب وقلت اراء. انا ما بقولش على سرديه سعادتك. انا كنا بنقول يا جماعه ان المماليك البحريه، دكتور سعيد عاشور زي ما قرات لكم قال ان المماليك البحريه تم تسميتها بناء على وجودها في قلعه مانيا للجوده، وان في أرادت التأويل أو الخروج عن المألوف وادعت إن فكرة الموضوع وجودهم أو عبورهم من البحر، وطبعا ده قول غير مسند وغير حقيقي، كلام من الهوى. تمام، نسمع رأيك يا دكتور تمساح، إيه رأيك؟ تمام، فعلا المماليك البحرية لأن هو خاطر موضوع المانيا للروضة، هم عشان كانوا بيتقال على النيل بحر النيل، هم لما اتاخدوا هناك فكان بيتسموا كده بالاسم ده، ان موضوع ان هم عشان مجلوبين من البحر، فده ده كلام نشاذ يعني. تمام يا دكتور. دكتور سامح اتفضل. السلام عليكم يا استاذ معتز، اخبارك ايه؟ طبعا حضرتك كل سنه طيب. وانت طيب وانت بالصحه والسلامه. طبعا موضوع ان هم اسمهم البحريه علشان ان هم جايين من ناحيه البحر، ده في الاغلب يعني قول ضعيف جدا، لان معظم المماليك ما جوش عن طريق البحر، غالبيه المماليك فعلا اجوا عن طريق البر، عن طريق بلاد الشام، تجار العبيد كانوا بيجوا على بلاد الشام وبعضهم بيجي من الشام على مصر، يعني كان الطريق بري مش بحري. فما في الاغلب هو فعلا الراي الصواب او الراي الراجح هو ان هم كانوا بينتموا الى جزيره الروضه، وان الناس كانت بتسمي النيل ببحر النيل زي انت ما قلت، فتم تسميتهم المماليك البحريه للسبب ده. موضوع بقى المماليك البرجيه، انا عايزك تشرح لنا النقطه دي بصراحه لانها عامله عندي لبس شويه، لأن كان اعتقادي إن البرجية هم نسبة لأبراج قلعة صلاح الدين. فأنا عايزك تشرح لنا موضوع إزاي البحرية هم البرجية. كمل كلام حضرتك. لا أنا معاك، أنا هسمع حضرتك بقى. طيب. الدكتور محمد. حضرتك محمد، انا بس قفلت الصوت عشان خاطر اسمع دكتور سامح. طيب اتفضل حضرتك قول وجهه نظر. انا قلت وجهه نظر، هي ما اتسمعتش ولا ايه؟ انا قلت فعلا ان هي هو انا مع الراي بتاع ان هم فعلا عشان خاطر جزيره الروضه والموضوع عشان بحر النيل، والموضوع ما كانش ليه اي علاقه بمساله ان هم علشان جايين من البحر. وكمان دكتور سامح اضاف نقطه كويسه ان هم فعلا كانوا كلهم جايين من بلاد الشام، يعني بيبرس قطز قرون كل دولت هتلاقيهم بعد ما حصل ضغط المغول على البلاد بتاعت اوساط اسيا ديت، هتلاقي مكتوب القصص بتاعتهم وان هم ازاي جم مش عارف مين والامير مين اشتراهم في الشام ولا في حماه ولا في حمص و و و و لغايه ما بيجوا لسلطان مصر يشتريهم. فالمساله ما كانتش فيها موضوع البحر خالص يعني. جميل يا دكتور. اما بقى لو عايزنا نتكلم على موضوع المماليك البرجيه، فانا اصلا ما بحبش اسميهم البرجيه بصراحه، يعني انا بحب اقول عليهم المماليك الشراكسه، لما معظمهم شراكسه باستثناء عدد بسيط جدا منهم يعني. تمام، احنا بس بنتكلم على المسمى دكتور، الفكره ان سكن عكس بقى اللي هم البحريه او المماليك الدوله المملوكيه الاولانيه دي، لكن معظمهم يعني من بلاد الاتراك يعني، او من عنصر الاتراك. ده مش شكمان ده كومبري. تاني ان ابن تغري بردي بيحكي في الجزء السابع عند ذكر مرض في كتاب ابن تغري بردي اهو، النجوم الزاهره الجزء السابع. عند ذكر مرض الظاهر بيبرس انه كان امر بتسكين الامراء كبار الامراء في ابراج قلعه الروضه. من هنا ان كل واحد في الامراء يبقى ليه برج باسمه،
فده في اعتقادي الشخصي الضعيف ان كل امير ساكن في برج. هنلاحظ هنا نقطة تانية، ان السلطان المنصور قلاوون كان يقتدي في تصرفاته بكل ما يفعله الظاهر بيبرس، بمعنى ان الظاهر بيبرس عمل كذا قلاوون كان بيعمل زيه بالظبط. الظاهر بيبرس امر ان الامراء يسكنوا في قلعه ملك الروضه، وكل امير يسكن في برج، وكل برج يتسمى باسم الامير ده. فهذا برج بيبرس، هذا برج قلاوون، هذا برج بيساري، هذا برج فلان، وهذا برج علان، الى اخره من المسميات. فمن هنا بدات بادره حته ان سمت المماليك البرجيه. لما القلاوون سكن سابوا قلعه مانيا للروضه وسكنوا في قلعه الجبل او قلعه صلاح الدين، قلاوون بنى ابراج داخل القلعه وبنى لنفسه برج من ضمن الابراج، جعل فيه فرشه بالرخام وجهزه ليه ولاولاده كمقر اقامه ليه. وكان قلاوون اول من بدا بمفهوم البرجيه فعليا داخل القلعه. فلو احنا قلنا ان هو من بدايه بيبرس في راي المتواضع هو راي صح، ولو قلنا ان هو من بدايه قلاوون فهو برضو ايضا راي صح. طيب ايه هي الابراج معماريا او في حته المعمار الحربي في العصر الاسلامي؟ احنا عارفين قلعه قايتباي اللي موجوده في اسكندريه. اولا دي طابيه مش قلعه. لو حضرتك رحت هناك ركز في اليوفط اللي متعلقه، المبنى اللي موجود في النص هتلاقيه مكتوب عليه البرج الاكبر او البرج الرئيسي. ده مش قلعه، ده برج. المبنى اللي في نص الطابيه المحاط بالاسوار ده برج مش قلعه. منظر البرج علشان نتخيله هو البرج بتاع قلعه قايتباي اللي في اسكندريه. هي دي الابراج يا حضراتكم. مش معنى كلمه برج ان هو موجود في السور، لا، في ابراج بتبقى لوحدها مبنى مستقل داخل نطاق سور، وبتبقى مفروش عادي، اوضتين وصاله وعفشه ميه ودور ارضي ودور تاني، والدنيا بتبقى حلوه يعني. الناس ما كانوش عايشين في عشش، ما كانوش، لا، ده كل امير ومعاه ناس، يعني مجموعه كبيره من الناس. تمام. عايزين نخش في الاسئله بقى. وصلتني مجموعه اسئله حلوه قوي منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخترت، هو ما شاء الله عندي بتاع فوق الستين سؤال، بس انا اخترت منكم 10 اسئله. اول سؤال بيقول لي تربيه المماليك وملابسهم، ايه هي اسلوب تربيه المماليك وايه هي ملابسهم؟ طيب هنا السؤال ده من استاذ حسام الدين. السؤال ده مهم جدا. طيب انا لو عايز اعرف اسلوب تربيه المماليك انا جبت لكم دراسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي دي رساله ماجستير للاستاذ الدكتور علي شاهين النباهين. دي رساله ماجستير للاستاذ علي شاهين النباهين، الله اعلم بقى دكتور دلوقتي ولا لا، وقام بالاشراف عليها الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع والدكتور عبد الغني عبود سنه 94 تقريبا. اسمها او بعنوان نظام التربيه الاسلاميه في العصر المملوكي او في عصر دوله المماليك في مصر. الكتاب ده مهم جدا يا حضرات، اللي عاوز يعرف نمط التربيه عند المماليك او في نظام التربيه الاسلاميه عندهم ايه. لكن في عجاله علشان نقولها ببساطه خالص، المملوك كان بيجي عندنا هنا في مصر في على مرحله اللي هي بيسموها الاتراب. يعني ايه اتراب؟ يعني دون سن البلوغ، طفل ما بين 8 سنين ل 11 سنه. الاتراب هم من دون ال 10 سنين واقصى حاجه 11 12 سنه بالكتير. فكان بيجي العيال الصغيره دي بيتربوا في القلعه في الطباق السلطان اللي ابتناه اول سلطان كان محمد ابن قلاوون. طيب نظام تربيتهم ايه؟ اولا بيجي ليهم مربي ومؤدب ومعيد.
الراجل ده بيحفظهم القرآن، بيعلمهم لبس الهدوم، بيعلمهم ازاي يتوضوا، ازاي يصلوا، ازاي يحفظوا القرآن، ازاي يقرأ، ازاي يكتب، وبناء على نباهة الطفل ده بيبتدي يرشحه لأنهي جانب. يعني إن كان هيبقى جانب إداري لما يكبر، فيه ناس مش غاوية الحرب، ومش كل المماليك اللي جت مصر كانت مختصة بالحرب، تمام؟ اصبح ان اول محطة عندي ان انا بربيه على الدين الاسلامي، وكان اغلبهم مسلمين، ماشي، يحفظ القرآن، الحديث، الكتابة، القراية، الحساب الى اخره، على يد مربي، والمربي ده بياخده الصبح ويسلمه اخر النهار. يعني ليل نهار الولد بيتعلم، ممنوع يخش الحمام بغير اذن. يعني نتخيل النظام التربية الصارم ان ممنوع حتى الحمام يخش ولا بإذن. بعد ما بيبلغ سن البلوغ بيبتدي تقسمهم في مجموعة بتخش التربية العسكرية، وطبعا كلهم بيخشوا في الاول يتعلم يعني ايه يحمل السلاح. في ناس بتبقى شاطرة قوي في شرب في حمل السيف، وفي ناس بتبقى مميزة جدا في الرماية، في ناس بتبقى مميزة جدا في الطبر اللي هي الأقواس أو البلطة بالمسمى بتاعنا دلوقتي، في ناس بتبقى مميزة في صناعة السلاح، في ناس بتبقى مميزة في تخزين السلاح، إلخ. ده الجانب العسكري. ده الجانب العسكري. الجانب الإداري، في أطفال بيبقى طالعة ولد حافظ القرآن حلو قوي وغاوي علم، ده بيبقى جانب اللي هو الدوادارية، دول بيبقوا ماسكين الديوان للسلطان، يبقى مسؤولين عن الرسائل بتاعته، مسؤولين عن المكاتبات بتاعته، مسؤولين عن السفارات الدبلوماسية الخاصة بالسلطان، مسؤولين عن كل ما يخص العلاقة الإدارية ما بين السلطان وما بين كل الدواوين، سواء السلحدارية، الخزندارية، الدوادارية، الأوقاف، القضاء، كل دول بيبقوا مختصين بإيه مجالاتهم، الجانب عسكري وجانب إداري. وطبعا في مجموعة بتبقى الخاصقية، ودول أقربهم للسلطان. الخاصقي يعني جاي من كلمة الخاص، بمعنى إن ده مسؤول عن الأمور الخاصة الخاصة بالسلطان نفسه، لبسه، أكله، شربه، عياله، هدومه، هيقوم إمتى، هيصلح إمتى، تمام؟ ده النمط المملوكي بالنسبة للأتراب. المملوك الترابي، الترابي هو من أحضروه صغيرا دون سن البلوغ. الترابي، بكررها، المملوك الترابي هو من حضر دون سن البلوغ. طيب، مع تطور دولة المماليك، أو بمعنى أصح مع تضخمها وزيادة عدد الأمراء، طبعا الخير قل. ليه؟ لأن عصرت فترة من بعد سنة 1348 اللي هي فترة الطاعون الأسود، دخلت منطقة مصر والشام والحجاز وأغلب كوكب الأرض في موجة من الأوبئة والتغيرات المناخية. فأصبح إن لو مثلا دخل الدولة 1000 جنيه مثلا أو 1,000,000 جنيه عشان نستوعبها، 1,000,000 جنيه أيام المماليك البرجية كانوا بيتوزعوا على 100 أمير مثلا. في فترة المماليك اللي ما بعد السلطان حسن، خاصة من بداية برقوق، أصبح إن 1,000,000 جنيه دول بقوا 200,000. ليه؟ الدخل قل نتيجة الفساد، نتيجة ازدياد الكوارث الطبيعية والتغير المناخي، أضف إلى ذلك الأوبئة. فكانت مصر سبب الموضوع ده إيه؟ إن مصر بتعتمد على الثروة الزراعية في الموارد بتاعتها، زي ما قال أخونا الأستاذ حسام جاد في لقائي معاه، وده هتلاقوه على اليوتيوب، تأثير التغيرات المناخية والأوبئة على العصر المملوكي الثاني، إن عمود الخيمة اللي كانت بتعتمد عليه الدولة الزراعة. فلما مستوى الزراعة يقل والإيراد يقل،
يبقى في خلل، اصبح ان الموارد اقل. طبعا ده بيأثر على حياة المماليك، لان هم في الاول كانوا 200 300 مملوك، 1000 مملوك، اصبحوا في فترة جركس بقوا اكتر من 200,000 مملوك، وهو هو الدخل لا ده اقل كمان. فبالتالي العناية بالمماليك الجديدة الخاصة بالسلطان بقت مواردها اقل، فاصبح ان هو بيقول لك ايه، ظهر المثل بقى اللي احنا بنتغنى بيه دلوقتي زي اللي بينا، ان هو بيقول لك ايه، شرى العبد ولا تربيته، شرى العبد ولا تربيته، انا اجيب عيل صغير واربيه ليه، ما انا اجيبه كبير. ولذلك نجد مثلا السلطان الظاهر برقوق لما استدعى ابوه قانص لمصر اسلم اخر سنتين في عمره. هو على فكرة استدعى ابوه واخوه واخواته واولاد اخواته واولاد عمه، الظاهر برقوق بس جاب عيلته معاه، تمام. ابوه كان شاماني ما كانش مسلم. الله، نظهر هنا مشكلة تانية، ان الجلبان اللي بيجيبهم سنهم كبير ما لهمش علاقة بالدين اصلا، حتى لو بقوا مسلمين تدينهم بقى تدين سطحي، يدوبك علاقتهم بالدين حاجة هفأ قوي. طيب ايه الجلبان؟ الجلبان هم من اتوا كبار في السن، اللي جم مصر سنهم كبير. هنلاقي بقى ايه 15 و17 و20 سنة، هنلاقي في عائلات باعت عيالها، دي كتير منهم برقوق نفسه، السلطان برقوق ابوه باعه. الكتاب اللي استبقت بيه الدكتور في حته تفاصيل المماليك للدكتور سعيد عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، ده استاذ كرسي وشيخ مشايخ دكاتره عموم المؤرخين كلهم، يعني ادخن شنب ما يقدرش يكذب الراجل ده. ده ردا على الناس اللي بتهزي وتقول لك المؤرخين غلطوا، ولا هم مش البحريه علشان نهر النيل. الراجل ده بيحط صباعه في عينك وبيقول لك لا كلامك غلط.